اروى ها هاي اروى حسبي الله ونعم الوكيل. في رمضان رمضان يبطلنا يخلينا كيك بدون شهريه باب ثلاثة اولاد يبطلنا. مانيش انا برك بطل ياسر خدامه بطل بزاف علاه معليش انا حبستني اعطيني كيسيونير اعطيني حاجه واش من سبب برك ما عرفتش لحد الان واش من سبب بطلني عليه. يطالبوا بالتثبيت نتاع العمال يطالبوا بالزياده في الاجور ويطالبوا مطلب عمالي اكيد واكيد واكيد رحيل المدير ومدير الموارد البشريه بدون هودة ودون رجوع اذا كان ما تحقش مطلب هذا العمال ما يدخلوش. شوفوا مصنع كما هذا يهز 1000 واش 1600 نخدموا ب 400 والله غير عيب. شبيبه تاع بسكره راهي مطايشه راهي مطايشه. يعني من كانت تابعه للدوله كنا في رحمه ربي لاباس امور ماشيه نخدموا ما كان حتى مشكل عندنا. من اللي جابوا لنا هذو المستخدمين هذو يعني اقسم بالله رانا عدنا في حاله ما يرثى لها من 2008 اول حاجه الاجور ما زادوناش.